بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. قولوا آمين يا بنات. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد. طبعا هذا الفيديو اليوم بإذن الله تعالى رح أنزل أجيب هدايا العيد. شوفوا أنا متعودة كل عيد من العيادي، كل الأعياد اللي قضيتها عندها لي لازم أسوي مسابقات. من تزوجت إيش أسوي؟ أسوي مسابقات ثقافية، خلاص اللي جاوب صح له هدية. أنا أقسم الفريق على اثنين، تمام؟ كل فريق ينقسم اثنين، حلو؟ الفريق اللي جاوب صح يقوم يختار هدية، وبالأخير يتقاسمون الهدايا بينهم، أو أكثر واحد يجاوب من الفريقين اثنين، يعني من الأشخاص اللي من الفريقين يعني يجاوب في صندوق، يفتح الصندوق هذا وياخذ مبلغ مادي. طبعا بتشوفون معاي كل التفاصيل هذه بالفيديو الجاي إن شاء الله، بس اليوم نبغى ننزل نجيب الهدايا. الفيديو القادم بإذن الله تعالى أول أيام العيد كيف قضيته أنا. أدري أني متأخرة بالفيديوهات، بس عاد شو أسوي، العائلة لهم حق، والله مو وقت أنه منتج وما أدري وشو، لا أكيد بقعد مع أهلي وتفنس مع أهلي. حنا يوتيوبر صحيح، بس في ناس لهم حق علينا، صعب أنه أضيع الوقت في المونتاج وما أدري إيش. فحاولت على قدر الإمكان أنه أسدد وقارب. تراي من الناس اللي مرة متعلقة بالعائلة فوق ما تتخيلون. هذه الجزئية الصغنونة متصورة وين؟ متصورة من جزء فات من فيديوهاتي، بس ركبته على الفيديو هذا. لكن الحين تعالوا معي، يلا وحنا رايحين بالسيارة خلونا نجيب الهدايا اللي يبغوا الزح. اليوم رحت لأبو خمسة، حلو، جبت ما يقارب 25 أو 30 هدية بتشوفونها معي. برضو كمان عملت مسابقات للأطفال، بس ما صورت الأطفال هم يلعبون مع الأسف. البيت ما شاء الله كان يغلي عند أهلي، مليان مليان خواتي، حريم إخواني، كيف بمشي بينهم، كيف أصور، ما قدرت. لكن صورت لكم جزء صغنون وأنا قاعدة أسألهم بالمسابقات. أتمنى يا رب تعيشون معي أوقات حلوة، وأتمنى يا رب تعيشون معي أوقات زينة. يلا تعالوا خلونا نختار الهدايا مع بعض. لا تنسين تدعميني بلايك، وإذا حبيتي قناتي طقي عندي اشتراك، أنا قناة منزلي الصغير الدافي. وإذا حبيت الفيديو وحسيت إنه قناتي حلوة وتستحق المتابعة، لا تنسين تشيرينها وتشاركينها بالواتساب. أحبكم من أعماق قلبي، الله يسعدكم والله يحفظكم. يلا أقرب ترمس قهوة، أقرب كوب نسكافيه، أي حاجة عندكم تحبون تشربونها، وتعالوا مع بعض خلونا نشوف الفيديو. بس قبل كلمة صغيرة قبل ما نروح المحل يا بنات، اسمه خط الباسم بسكاكة علشان اللي تسأل. يلا مع بعض نبدأ. جيت هنا باخذ توزيعات، هذول عجبوني بس أريد حبة حبة، وهذول هم مغرفين. الحين ما خلني أخلص أنا أول، بس شوف شوف الطقم هذا حلو، فناجين. هذا قزاز ولا بلاستيك؟ شوف، لا هذا بلاستيك. إيه ماما خلنا خلص، بس أصبري. شوف المشكلة، الزين مهم مغلف، فهمتوني؟ مقرط كذا بدون تغليف، لا أنا ريت حاجة مغلفة. شوفوا هذا كأنه حلو، شوف هذا الفنجانين، هذا زين. ايش رايكم اخذ هذه ولا اخذ هذه؟ ما ادري، هذه عجبتني، بس ليش الكرتون مستهلك؟ ابغى كرتون جديد، تطلع زي الشكل هذا، شايفين؟ طيب باخذ وحده ونكمل. تعالي ماما، شوف والله الزين مهم مغلف، انا مستغربة منهم ليش الزين تاركينه كذا بدون تغليف، غريبة والله، يعني مقروط قرط بدون تغليف. شوفوا هذا حلو، كاسات شاي حلوات، شوفوا شايفات، هذولا كمان زينات، يعني بسوي تشكيلة كذا حلوة. خلوني اجي هنا، شوفوا أريد أخذ 15 هدية، خلاص 15 هدية، لسه ماني عارفة وش أخذ إلى الحين. 15 هدية تخيلوا، فأحاول أني أسدد وقارب. رغم أنهم بخمسة بس بنات مرة حلوين، مرة جميلات، إيش رأيكم؟ أخذ واحد، أخذ ثاني، بأخذ من كل واحد لون، وأخذ ثالث. مرة أنيقات صراحة، ينفعون هدايا يعني. شوفوا خذيتي ماما، مرة حلوين. يلا حبيبي عجباتني صراحة،
مش رايكم؟ شوف قاعد احاول انه اسدد وقارب، اخذ اشياء زينه، اخذ اشياء حلوه. شوف هذول كاسات عصير، عصير بارد. بس انا غالبا اللي بدون كراتين ما اخذهم يا بنات، فهمتوا؟ لازم بكراتين، احس اللي بدون كراتين ما هم زينات. شوفوا هنا، لا ماما ما اريد كوب. ماما تعالي حبيبتي. ايش ماما وش تبين بالكوب؟ ها عندنا ماما اكواب. شوفوا شوفوا هذه الصحون حلوة، مكتوب عليها كبدة وفول، معها غطاها. بس صغنون ما راح يستفيدون منه. هذا بكم؟ هذا شوفوا هذا بداش طقم كامل، بس ما هو حلو، ما هو جميل، معفن. نحاول أخذ الأشياء اللي يستفيدون منها. هذا شوفوا مع الشوك. شوفوا هذه العلبة حلوة للحلويات، هذول زينات بس 11. لا أنا 11 ما أريد آخذ من البداية. قشية قشة ما هي بهينة، قشية قشة محترمة. شوفوا كل حاجة خذيتها من هنا. شوف لوني أشوف هنا بعد وش أبغى آخذ. هذا إيش؟ هذا بسكوت، ما أدري مغلف ولا كل حبة الحال، ما أدري لأني أحب أبغى المغلف، فهمتوني؟ ما يدري كل حبة الحال. شوف هذا ما أدري هل هو مغلف، لا أعلم يعني. أي ماما يلا وخري. شو رأيكم بعد وش آخذ؟ شوف وخري ماما، خلنا ندخل هنا. هنا شوف، شوفوا انا مصاص عندي بالبيت. هذا حطه في اشياء بقولكم عليها بعدين. شوف هنا، شوفوا هذا، انا خذيت علبة نوتيلا اكبر من هذه. وينها؟ كانت بخمسة. اتجنن اتجنن، باخذ من هذه علبتين من ضمن الهدايا. يعني انا جربت نوعية اسمها امازون اسبانية من هنا، فظيعة. ماما هذا نبغى نسويها توزيعات، خلنا ناخذ واحدة لي بعد. علبة فراولة احب. ايوه وانا احبك بعد، انت تحبينها وانا احبك. تعالي خلنا نشوف. شوفوا خذيت من هذا، خذيت من هذا يا بنات. شوفوا خذيت من هذا عشان اضيفهم كل واحد بالمسابقة حبة، كل واحد يختار حبة. شايفين ناوي يسوي لهم مسابقة ما حصلتش. شوف خذيت من هذا، انا هذا ستيكلز. بس المشكلة اخذ كيس. ماما وش ناخذ؟ اي لون؟ ازرق. ازرق حب الازرق. يلا يلا انا وسارة نبغى نقعد نحط توزيعات عاد ونوزع، فهمتوني؟ شوف والله قشيت قشة يمكن 300 خذيت. طيب خلوني اجي هنا، انا لسه التوزيعات الكبار ترى ما جيتها على فكرة. يعني هدايا الكبار ما خذيت منها شيء، ودي اخذ شيء يستفيدون منه، فهمتوا؟ حاجة يستفيد، لوحة، منظر، كوب، فنجان قهوة كذا، ما ودي خرابيط. كمان باخذ لبيتي اكياس زبالة. في هذه، بس هذه بكم؟ 11. لا انا ما اخذ على نفسي احد. شوفوا هذه سبنسرات بخمسة، موزع صابون، بس ماني ماخذه. قاعدة أخذ الأشياء اللي أحس إنهم فعلا يحتاجونها. هذول إيش؟ هذول علب، علب عصير، كاسات. الصور هنا يجنن، أنا كنت أخذه قبل وريتكم إياه مرة من أصل العود، في مقام وفي الضياف وفي عذاري. عذاري ما في منه الظاهر، عذاري كان أحلى واحد بس ما فيه. باخذ المقام، أنا مجربته. هذا أصايل، هذا طيبة. شوف خلنا ناخذ راقي، هذا تمام، نحط علبة يعني. كمان ايش فيه هنا؟ شوف شوف هذا، والله ما ادري كيف، ما ادري كيف، بس يلا هي الاشكال تجذب، فهمتوني؟ عشان يتشجعون بالمسابقة. خذيت قشة يا بنات،
محصلتش، نروح البيت نغلفهم مع بعض. شوفوا هذولا هنا، يحطونهم على وجه الأبواب عندكم. نحن العرب شعب نحب القهوة لكننا لا نستفيق. حلوة. شوفوا هذولا تلزيقات الثلاجة، يلزقون على الثلاجة. اي ماما، ايش رايكم اخذ واحدة؟ تعالي سويرونا. شوفوا في اشياء هنا على جهة اليمين، دعونا نرى، في توزيعات هنا حلوة. شوفوا هذه زي اللي خذيتها انا، متجنن. هذه زرعة، باخذ واحدة وباخذ ثانية، ثنتين خلاص. يلا ماما. اي أيوة والله ماما، خذينا كثير. حلوة. عند المباخر اريد اخذ مبخرة بعد كتوزيعات. خلوني اخذ حاجة حلوة. لا شوف هذه، لا باخذ حاجة كرتون يا بنات. هذه حلوة شوفوا، بس احسها ما هي امان، احسها لو طاحت عبث الدنيا. شوف هنا بالزهري وش فيه، نفتح الزهرية نشوف في اشكال حلوة. يلا ناخذ واحدة من الزهرية، والله ما ادري شلون شكلها والله، بس اسمها عادية. كمان ايش في ايش اخذ؟ شوف هذولا كمان حلوات. كم هذه؟ 5. هنا في تحف، هذه حقة الشموع، شوفوا حاملة شموع. طيب خلوني أوريكم الأغراض اللي جبتها. تمام؟ إيه؟ هذه كلها هدايا. وإيش لونها؟ عشان نسويها، عشان نسويها. وش يقولوا توزيعات؟ عشان للعيد. عشان يا ربي ما أحب أفتح الأكياس. شوفوا ايه، خذيت من كل بستان زهرة. انا بحكي شوفوا، خذيت مشط خلاص، انا خليت بحكي هذه حق الصارونة، هذه بحكي اي ماما، خذيت معجون للاطفال. تمام؟ وكمان خذيت هذه اكياس ماما، الله يكرمكم، هذا البيت ما عندي. خذيت هذه شوفوا يا بنات حلوة، من ريمة، فيها من داخل 50 كيس 30 ريال، ب 11 ريال، حلوة، 30 كيس. كمان خذيت هنا هذا معجون، هذا الصارونة كمان. هذا خذيته توزيعات. حلو؟ هذا لي. شوفوا هنا. شوفوا. خذيت أكواب، حبيت شكلهم، شوفوا الإيدين كيف؟ حلوات، خذيت 5، هذه كلهم 5 يا بنات، كلهم 5. خذيت هنا هذه، شوفوا عبارة عن ايش؟ عبارة عن سكرية حقت حليب وسكرية نفس اللي عندي. شوفوا هذا عبارة عن الابريق، منظره لطيف وحلو مع الغطاء، شايفين؟ وكمان في لحظة، في ملعقة، شوفوا الملعقة وينها؟ شوفوا الملعقة؟ لا اسوء ما انكسر، الله ستر. في كمان حقت السكر. خلاص هذه كمان ب5 يا بنات، تلقون والله اشياء حلوه وزينه. برضو خذيت هنا شوفوا، هنا شوفوا ايش خذيت هنا، خذيت هذا صحن مع كوب كمان حلو، وبرضو خذيت صحن هذا اكبر مع كوب كمان حلو، وبرضو هذا صحن وبرضه معاه كوب، شايفين؟ حلوات. خلونا نجي هنا. خذيت هذه عبارة عن كوب، حلوة ماما. هذول يا بنات مو أكواب، شوفوا. هذه عبارة عن تعليقة كذا، فيها فناجين من ورا 2، وهنا تعلقون الفناجين. هذا شنطة. إي ماما، هذول يا بنات ب5 ريالات. شكلها والله حلو.
يعني انا بعطيكم الافكار الحين بدينا نشتغل، تشوفون معي الافكار، ما ادري يمديني بهذا الفيديو ولا لا، ماني عارفه. كمان يا بنات شوفوا خذيت بخور بالمره، هذا حلو بالمره، اسمه البنادر، نفس الشركه هذه حلوه، نفس الشركه هذه اصلا العود. وكمان من عندهم هذا انا جربته يا بنات، اسمه راقي، انا مدحت لكم اياه كثير، الواحد بخمسه. شوفوا خذيت هنا كمان، هذا عباره عن زرعه، شوفوا يا بنات كيف، شوفوا معاها الملصق، اوريكم شوفوا هنا نفس اللي كانت عندي، الله عليها ميرميد، وريهم شوفي، شوفوا حق سارونا عليه ميرميد، شفتوا تب الماما. هنا تحطون البذور وهذه تلزقونها لزق هنا، حلوة الله جميلة، تمام. جبت يا بنات واحدة، جبت كمان ثنتين بدل ثنتين، جبت كمان شموع، شمعة بالبرتقال، وجبت برضو بيوتي بلندر كوب، وكمان جبت فحم، هذه كلها هدايا. وبرضو جبت هنا شوفوا هذا الكرتون، اوريكم كرتون، هذا عبارة شوفوا عن ايش، شايفين عبارة يا بنات عن مبخرة، خلاص كل هذه الأشياء بنتكلم عليها، ما أدري يمديني الفيديو هذا ولا لا، أنا ماني عارفة. أحب هذولي بكلة. جبت هنا كمان مرشاش جسم، هذا من اسم الوسيم، ماني عارفة صراحة وشو. وجبت كمان يا ليالي، هذا واحد روايحهم صراحة حلوة، حلو تحطونه مثلا دورات المياه، أحد يبغى يتعطر عادي. شفتوا هذه كمان ذكريات، هذا ريحته تجنن تجنن. كمان شوفوا هذا وين غطاه، هذا اسمه سلطان الليل، لانه اخواني وخواتي يعني. كمان يا بنات شوفوا خذيت كمان شمعة هنا، هذه بالقهوة حبيتها، كمان فيها حبوب قهوة، هذه بالبرتقال وهذه بالقهوة. برضو خذيت عطر اسمه صبايا، وبرضو خذيت بكلات للشعر علشان البنوتات الصغيرات حلوات. وكمان شوفوا خذيت اكواب الكوب كيك، حاولت انه اوزع بالهدايا حلو كذا. خذيت كمان شمعة، حبيت شكلها راقية شوي جميلة، كله يا بنات بخمسة. وبرضو خذيت شوفوا خذيت شايفين واحد، هذول كمان للبنات، احمر وردي، غالبيته خذيته وردي عشان الصغيرات، هذه كمان هدايا لهم، تمام؟ ماما ان شاء الله. ماما شوفوا هنا واحد، ماما شوفوا اوخر هذا، الاغراض كثرت. شوفوا هنا جبت هذا عشان توزيعات الأطفال، هذا جلي، أحب الجلي. خذيت هذا عشان أضيفهم أول يوم مع المسابقات، اللي يفوز ياخذ حبة. شوفوا أشكالهم مرة لطيفين، شوفوا شايفة ماما مارشميلو يا بنات، بس أشكاله حلوة، الوحدة بخمسة. وكمان هذا كمان هدية راح يكون خليط الكب كيك، البان كيك، حاولت إنه أشكل وأنوع. برضو هذا بخلي بالتوزيعات حلاوة للأطفال، هذا برضو حلاوة للأطفال توزيعات. وبرضو هنا عندي كيس، هذا ستيكلز برضو توزيعات. كمان عندي نوتيلا 3 حبات، 2 توزيعات وواحدة لبيتي، 100 توزيعات، بوريكم أنا ليش جايبتهم أصلا، هذا مو توزيعات، هذه حق كنونة. خلاص هذا الكيس بح، ندخل الحين على الكيس الأخير. شوفوا هذا ألعاب، غالبيته ألعاب، راعوا هنا هذه مكياج أطفال،
هذه مكياج أطفال. أي ماما. هذه حق الصالونة. هذه مكياج أطفال. وبرضو خذيت مسدس لأن في بنات وفي أولاد. خذيت كمان مسدس بالبطارية يعمل أو بالإيد ماني عارفة. أي بدون بطارية أي بنات يدوي. وبرضو خذيت شوفوا خذيت هذه لعبة المي يحطونها هنا ويصيدون فهمتوا زي كذا للأطفال. هذا حق مين؟ البيبي. من هي؟ يمي. يمي. صح؟ هذا تشبه بالفانيو. صح، وهذه كمان نفس هذيك. شايفين هذه ذهبي. وهنا خذيت كمان دباب للأطفال. حق الأولاد. إي ماما، شوفوا خذيت هنا كمان سلاسل. خذيت كمان هذه. خليت هذه كمان برضو شوفوا خذيت هنا هذه عشان الشباب يعني مثلا عمر 11-12 سنة كمان شانيل مكتوب عليها وهذه مكتوب عليها مونت بلاك انتين شنط حطوا فيها جوال اي حاجة كذا يعني يشلونها معاهم خلاص هذه يا بنات كل الاغراض اللي خذيتها تمام كذا بقى شيء ما بقى شيء الحين جا دور ايش؟ الحين جا دور اني ابدا اكيد اكيد لازم اغلفهم ما راح اخليهم عدا هدايا الاطفال عشان الاطفال يختارون هدايهم، اما الباقي كله يا بنات اريد اغلفه ما راح اخلي ولا شيء كله راح يتغلف. كذا اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو. هذا الجزء من الفيديو القادم باذن الله تعالى اول ايام العيد كيف قضيته؟ ادري اني متاخره بس يا بنات احسن علشان تتفرغون وتشوفوني. استنوني بالفيديو الجاي ان شاء الله، رب اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، استودعتكم الله رب العالمين.